بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر حتى ترضاه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وبلغ مثل الله أكبر. وبعثوا مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والعفات بلوائه المعقود في زمرة الأنبياء المتقين. اللهم بحق وجاه حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة صلواتنا على حبيبك شفيعنا محمد صحبه حق وجاه حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة صلواتنا على حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وحي قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثم إلى حضرات أرواح بيته كلهم وذرياته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أرواح الخلفاء الراشدين وإلى حضرات أرواح أصحابه البدريين والعديين وإلى حضرات سائر الصحابة والقرابة أجمعين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم إلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم إلى حضرات أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين وصحابهم المقلدين قدس الله أسرارهم ونفعنا بعلومهم في الدارين. اللهم إلى حضرات روح الخطب الرباني والغوث الصمداني والمحبوب السبحاني والمعشوق الرحماني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيدنا وصلتنا
سلطان العارفين سجد أحمد الكبير الدفاعي قدس الله سره، وإلى حضرات وصولهما وفروحهما، وإلى حضرات أرواح مشايخ سلسلتهما القادرية والدفاعية قدس الله أسرارهم وأغمضنا بمددهم ونفعنا بعلومهم وبركاتهم في الدارين. اللهم إلى حضرات أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والأقطاب والأبدال والنجباء والنقباء والزهداء والأوطاد والمشايخ وصوفية كلهم وسائر الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها، من أولهم إلى آخرهم، من إنسهم وجنهم، من ذكرهم وأنثاهم، من صغيرهم وكبيرهم. اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم. اللهم أعلي درجاتهم، اللهم أفض علينا من فيوضاتهم، اللهم أعلي علينا من بركاتهم. اللهم بحقهم وبجاههم وببركاتهم بارك لنا في مجلسنا هذا، وبارك لنا في حلقة صلواتنا وحلقة أذكارنا، وبارك لنا في أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وزروعنا ومعاملاتنا وتجاراتنا وكسبنا وسائر تصرفاتنا المالية وسائر أمورنا الدينية والدنيوية بركة نتسبب بها على طاعتك وخدمة دين الإسلام. اللهم زد الخير والبركة يوما ويوما في جميع أمورنا، لا سيما التعلم والتعليم. اللهم بحقهم وببركاتهم أنزل الرحمة والبركة ضعفا ضعفة في جميع أمورنا الدينية والدنيوية، لا سيما التعلم والتعليم. اللهم بحقهم وبجاه وبكرامتهم اجعل لنا ولجميع من ذكرنا في جميع أمورنا وأمورهم الدينية والدنيوية من كل هم وغم فرجا ومخرجا، وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وما قضيت لنا من أمر في أي أمر كان من أمور ديننا أو دنيانا فاجعل عاقبته خيرا ورشدا، ولا تضيقنا وإياهم ولا تفضحنا وإياهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم فبحقوق سادات المذكورين وسع علينا وعلى جميع من ذكرنا أبواب رزقك، وانشر علينا وعليهم خزائن رحمتك، وكفنا وإياهم بحلالك عن حرامك، وأغننا وإياهم بفضلك الواسع الذي لا نهاية له عمن سواك، ورزقنا وإياهم من حيث لا نحتسب رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه على كل حال. واختم لنا ولهم في جميع أمورنا وأمورهم الدينية والدنيوية بالخير والسعادة، واجعلنا وإياهم من السعداء المقبولين. اللهم ولا تجعلنا ولا إياهم من الأشقياء المطرودين. اللهم ببركات صلوات المذكورين بهم أجمعين. آمين. حصل مقاصد كل آمين. واحد منا آمين. ومقاصد جميع من ذكرنا آمين. اللهم إنك تعلم مقاصدنا ومقاصدهم آمين. وتعلم ما في ضمائرنا وضمائرهم آمين. إنك علام الغيوب، إنك عليم بذات الصدور آمين. إنك ولي للبيان والتفصيل آمين. اللهم فببركات صلوات المذكورين حصل آمين. مقاصدنا ومقاصد جميع من ذكرنا، لا سيما مقاصد من أوصانا بالدعاء لأغراض شتى بالذكر والأنثى من الغرباء والوطنيين. وبلغ أمالنا وأمالهم آمين. وقضي حوائجنا وحوائجهم آمين. وأد ديوننا وديونهم آمين. واشف أمراضنا وأمراضهم آمين. اللهم إنك أنت الشافي آمين. لا شفاء لنا آمين. إلا شفاؤك. اللهم اشف أمراضنا وأمراض جميع من ذكرنا آمين. الأمراض الظاهرية والباطنية الروحانية والجسمانية آمين. شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما، ودفع عنا وعن جميع من ذكرنا كل شيء فتنة آمين. وكل بلاء مصيبة وكل علة مرض
آمين. وحفظنا وإياهم يا حفيظ يا آمين. حفيظ يا آمين. حفيظ آمين. من جميع البلايا والعناء والأمراض آمين. وحقق رجاء كل واحد منا آمين. ورجاء من ذكرنا كلهم آمين. ولا تردنا وإياهم خائبين آمين. ولا تجعلنا ولا إياهم من القانطين آمين. اللهم ببركات سادات المذكورين آمين. يسر لنا ولهم أمورنا وأمورهم كلها آمين. وعن راحة لقلوبنا وأبنائنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا آمين. وعافنا وإياهم من كل بلاء الدنيا آمين. ومصيباتها وفتنها وضيق عيشها وعذاب الآخرة آمين. ونعوذ بك من جهد البلاء آمين. ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء آمين. اللهم ببركات صلوات المذكورين آمين. كلهم أجمعين آمين. وببركة صلواتنا على حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. انصرنا وجميع من ذكرنا على القوم الكافرين آمين. والمنافقين والظالمين آمين. والمفسدين والمتكبرين آمين. والجبارين والمعاندين والمغتابين آمين. والنمامين آمين. والحاسدين والخائنين آمين. والماكرين والعاملين آمين. انصرنا وإياهم على القوم الصاحلين آمين. اللهم انصرنا وجميع من ذكرنا على القوم المبتدعين الضالين المضلين آمين. انصرنا وإياهم على القوم السياسيين الظالمين. اللهم فجق جمعهم آمين. وشتت شملهم آمين. اللهم مزقهم كل ممزق آمين. اللهم مزقهم كل ممزق آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم آمين. ونعوذ بك من شرورهم آمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم آمين. اللهم اقطع دابرهم آمين. اللهم أذل أقدامهم آمين. اللهم قلل عددهم آمين. وعددهم آمين. اللهم اسطد وطئتك عليهم آمين. اللهم خجب ديارهم ونكس أعلامهم آمين. اللهم لا تمكنهم فينا آمين. اللهم ببركات صادات المذكورين آمين. لا تمكن الأعداء فينا آمين. لا تمكن الأعداء فينا آمين. ولا تسلطهم علينا بذنوبنا آمين. اللهم سلطنا على أعدائنا آمين. اللهم سلطنا على أعدائنا آمين. ولا تسلطهم علينا بذنوبنا آمين. آمين. ولا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك آمين. اللهم ببركات صلوات المذكورين آمين. وفقنا لما تحب وترضى آمين. ولخدمة دين الإسلام آمين. بالنفس والمال إلى وقت الموت مع الصحة والسلامة آمين. والعافية طويلة آمين. وطول أعمارنا وأعمار من ذكرنا في طاعتك ومرضاتك آمين. وخدمة دين الإسلام آمين. اللهم بحقهم وبجاههم آمين. أعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداءنا وأعداءك أعداء الدين آمين. اللهم أعز أهل السنة والجماعة آمين. وأذل أهل الزيغ والضلالة آمين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من ذكرنا منهم آمين. وخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا ولا إياهم آمين. اللهم بحقهم وبجاههم اجعلنا وإياهم آمين. من الموفقين آمين. ولا تجعلنا ولا إياهم من المحرومين آمين. اللهم انقلنا وإياهم من ذل معصيتك آمين. إلى عز طاعتك يا إله العالمين آمين. ويا رب العرش العظيم آمين. اللهم خفف عنا وعنهم ثقل الأوزان آمين. ورزقنا وإياهم معيشة الأبرار آمين. وكفنا وإياهم شر الأشرار آمين. وطهر قلوبنا وقلوبهم آمين. من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك آمين. وامتنا على سنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام آمين. اللهم بحقهم وبجاههم وفقنا آمين. لكثار ذكرك آمين. ويكثار الصلاة على حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آمين. ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. واغفر ذنوبنا
وذنوب والدينا واساتذتنا وذنوب من ذكرنا كلهم يا غافر المذنبين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا. آمين. ربنا اغفر وارحم ابانا وامهاتنا كما ربونا صغارا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب العالمين.